انت اتجننت يا سباعي؟ احنا بجد هنسرق القلعه؟ ما تسميهاش سرقه، سميها سونيا. تقدر تقول لي هنلاقي ايه بقى في خزنه سونيا؟ درع ولا حدوتين حصان؟ ما تخلينيش نغلط فيه، شايف الزوار قد ايه؟ دول يعملوا لهم يجي 40 باكو اخر الاسبوع. احنا كده مش بنضرب السياحه؟ بالعكس، احنا كده بننعشوها. الاجانب هيجوا يتفرجوا على الاثارات وعلى الخزنه اللي اتسرقت. ما تسميهاش اتسرقت، سميها ساميه. الخزنه فوق، هتعين ازاي؟ في ياباني طويل كده، يعني هو في ياباني بكرش؟ الجو ده احنا رايحين نسرقوا القلعه ولا رايحين نحتلوها؟ ممكن تنقطنا بسكاتة كسبان، انا عارف شغل كويس يا عم. ده موضوع بسيط، خليك كده خفيف خفيف. وبعدين بصراحه انا جوعت خلاص كده، المداخل والمخارج كلها في دماغي يا عم. عزمنا على اكل السمك ده، احنا ضيوفك. ماشي يا عم، يلا بينا على الحاج حمو. كنت انت حلو كده، عندك 15 18 سنة. احنا جايين نحكي. سوني هتاخد منك قد ايه؟ ربع ساعة بالكتير. طب انا هنروح خفيف خفيف كده، نخلص على خنجر في الفاترينا، عين امي هتطلع عليك. بلاش ايدك التكلة دي يا سباع. قبل ما تخلص هنكون هنا. صدق خساره فيك الصوره اللي صورتها معاك.